اللي هو هنعمل يلوك جديد بقص شعري. هتقص شعرك؟ على فكره دول عيال كداب وانا كنت معاهم على فكره. يعني هما بيحوروا يا بيبرس. خرب بيتك يا بيبرس. مكاننا ايه؟ رش الموبايل تبعه. ايه ده؟ على فكرة كان بيعمل كده وانت هنا وانت شايفان يعمل يا نصر اضحك يا انا صعب نبدا ولا ايه؟ اخرس اتكلم على الصراحة يعني قصدي تلات منكم؟ تلات من جودي. لا بص احنا كنا ماشيين باصين في التليفون عادي بنبص ما لقيناش اصلا. اعمل لايك وتشير وسبسكرايب على القناة عشان كل جديد. يا صباح الجمال والحلويات النهارده يا جماعه الجزء الثاني هتتفرجوا عليه دلوقتي. بس اللي عايز بقى ادم يتحكم فينا يوم كامل يعمل للفيديو ده لايك لايك عشان ادم عايز يعمل التحدي ده يوصل 20,000 لايك. ادم يعمل التحدي ده وما تنسوش تروحوا على قناه الكابتن ودراما تمام وتعملوا لايك على اخر فيديو هتلاقوه في الديسكريبشن وفي اول كومنت. وفي فيديوهات نزلت جامده جدا جدا على قناه عمرو الكابتن وهسيبها لكم برده في الديسكريبشن. ماشي يا دوما قولوا اعملوا لايك للفيديو ده عشان اعمل التحدي. يلا يا جماعه مبارك على الفيديو. وعايز اقول لكم على حاجه، اي فيديو بيتاخر بيبقى مش من عندنا احنا والله. اليوتيوب عنده يعني عنده قواعد لازم نمشي عليها. في ساعات مثلا ايسل بتعيط، ايسل بتصوت، في سويت في الفيديو، فاليوتيوب بيحظر اي فيديو بيخالف الارشادات بتاعته، فهو ده اللي بيأخرنا عن تنزيل الفيديو والله مش اكتر. طب احنا ساعات بيحصل واحنا اثناء بنصور الفيديو بيحصل مواقف مننا غصب عننا في الفيديو فاليوتيوب بيرفضها فبيبدا الفيديو يترفض فبنبدا ننزله من اول وجديد. قصه كبيره جدا جدا. صح من النوم ومش فاهم اي حاجه، خلينا نتفرج على الفيديو ونقول لك عشان نخلي ادم يتحكم فينا يوم كامل. اديهم بوسه اديهم بوسه حلوه. يلا ادعوا بقى لادم بالشفا ان ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ونشوف احلى تحدي تحدي يوم كامل من دول. بس تبقى مع ابوك ها؟ تحن عليا ها؟ يلا روح شوف الفيديو. والله ما ليا دعوه. ده هو والله ازاي هو انا هعملها زي ما الكوبايه في ايدك يعني هو اللي لازق الكوبايه في ايدي. ايه انت على هي في ام في الدنيا يا امي يا مصريه مين اللي عمل كده؟ امك والله هو اما تقول نايمه نايمه والله العظيم هو. انت نايمه ليه؟ انت ليه؟ اسكت خالص هو مش عندي هو على فكره والله هو اللي مال الميه وجابها. جودي ايسل بصراحه بابا ما عملش كده بصراحه اهو شفتي شيكو بيصور واشوف في الفيديو ماما اللي عملت كده. امي مش عندك وجبه؟ انت مش عندك والله تعبت تعبت يعني ايه تعبت؟ يبقى انت كده خارجه بره التحدي. هو اه لعبه يلا عايزك خليك تنزلي تلمي الحاجه اللي هي واقعه قلنا عليها. انا حلفت يعني احلف انا لازمك. انا حلفت انت هتلمي. يا الجو حر بقى حرام بقى عايزك تشوفي انت بتبقى الموسى بتخن هي ما بتعملش حاجه والله. خليك في شغلك يا خالد. طب مش بعمل الدلايه عادي واحنا لا صح يا ليطا اللي بيديك الكلام صح. يا بوبي يا بوبي دي بحبها هنزل والله عشان بابا. ما تبقى خالد وانت امي كملي الواد يلا دعاء. ايه دعاء؟ على فكره انا كده هزود النسبه هتبقى بدل 10,000 15,000 عشان دعاء دي. هو مش هتقولي ايش دعاء؟ انا ممكن اخليها ايش دعاء؟ هي ازاي تمد ايدك عليك يا ماما؟ انت النهارده ماما وبابا هي ازاي تيجي تهجم عليك الهجوم ده؟ ماما انا ماما ده انا يلا يا مزمزين قولي يا مزمزين يلا انا مزمزين اه يلا يا بنوايه. على فكره انت بترغوا كتير ومحدش شايف شغل ام البيت ده خالص. انا خلصت انا اول واحده خلصت العربيه وخليتها في طبرق كده بتلمع بتلمع متجوزه اه بجد اه يعني قبل ما اتجوز كان اسمي مزمزير خالي. سكت 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 بس شكرا شكرا ضيع وقت يعني شكرا مزمزير شكرا مزمزير لا 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 يلم الحياة يا مزمزيل جيكو يا مزمزيل جيكو يلعب جدار اهو ده. طب على فكرة بقى انا مش هكمل التحدي لو فضل يلعب كاكس. ايه يا مدام ايه يا مدام مزمزيل يا مزمزيلة انزل لامه اقعد يا بنت اعمل ويا انزل لامهم انزل لامهم انزل
شيكو ما ترزقش على الارض على المشايخ. حاضر حاضر على المشايخ. حاضر. بصي حبيبتي كل كام شغلنا حلو. خالي انت مالك انت مالك يا اخويا رزق دي جايه اطلع بقى لازم ادوش معاك في شغل مش بهزر والله اطلع لا ما تجيش دعوه اطلع لي عايز طب انت بتدي مظبوطه مظبوطه يا مظبوطه اطلعي كملي الواجب والله يا عماد خديها بعد اذنك مش عايز اقف معايا وانا بشغال بعد اذن مفيش حد يقف وانا شغال والله شغلي ما فيش حد يقف يتفرج عليا فيه والله عملت واجب وجبت بص عملت تعمل ايه والله يا رب كنت بشتغل اقسم بالله ما اقسم بالله ما اقسم بالله ما تعملي طب مش عايز حد يقف معايا وانا شغال والله انا عايزه بعد اذنك انا مش عايز حد يقف معايا وانا شغال انا هفضل قاعده عايز خديها واطلع شوف شغلك والله ما مش هشتغل عادي خلاص والله هقعد هقعد زيهم اهو طيب خلاص خلاص اشتغل اهو انت اللي مخلص ماشي بس طب خديهم واطلع اتفضل شوف شغلك دمك دمك سم عارفه شايفاني منين عارفه انا ماسكه ركبي مش قادره هو ايه اللي افترى عليكم ثلاثه انا عارف الحل بقى ايه الحل هو اللي يعمل شغل الضمير اشتغل انا شايفاك يلا يا فين منك يا يا بنتي والله انا عملت واجب كتير تعبت قالت لي تيجي تلعب ما تقفيش وانا شغال ما بركش والله مش عايز حد يقف عندي وانا شغال يا جودي خدي ايسر تعالي ايه مش معنى الواد ادم بقاله ساعتين بيلعب بره ما كفايه عليه كده ماما ست ما تمشي يا ستي يا جودي هتغني احنا نلعب نلعب زي ايه لا 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 تطلع يا ستي تعالي اعمل شويه اعمل ايه عايزين اعمل العين شويه لا انا خدت ثلاثه مره واحده رجع واحده شايف اهو مايا ما ايه ده عشان نضيع واحد مش عارف ده رابع كيس راجل يشيله وتعب يا عيني تم مش عارف مش عارف ليه نزل والله خلصت والله العظيم بصي لمهم بالارض عشان يضيع واحد رابع كيس يا جودي لمه على الارض اهو فين بقى تعالى طلع لي حبايه كده من الارض اهو بقالك ساعه بقى في الحبه دول بقالك ساعه ساعه كده كل زمان بالله ساعتها اللي كان اللي انتوا طالعين انتوا الاثنين مع بعض اه طالعين فعلا هايل مش خلصتوا يعني اي كده بيتم بيخلصوا اتفضلوا كملوا شغل ايوه حاضر حاضر خلي خدي معاك كده ماشي خلصت والله خلصت على فكره كان بيعمل كده وانت هنا وانت شايفاه يعمل يا نصر اضحك يا انا صعب نبدا ولا ايه احرص حابب اطلع انام دلوقتي نطلع هطلع انام دلوقتي وريحني الساعه 2 3 4 لحد ما اصحى يعني تكون هي خلصت الواجب اللي مش عايز يخلص و يا بنتي والله عملت كتير زقتيني كل شويه اعملي الواجب اعملي الواجب طب خلصتي عملت كتير والله خلصت واجب ادم يا حبيبي خلصتي لا خلصي الواجب اصلا ما بيخلص اتفضلي يا بنتي ما انا مش فاهمه حاجه من الواجب بتاعك اصلا افهمي احنا هنفهم الواجب ذاكري حبي انا مش عارفه انت بتاخدي ايه والله وفي ايه في ايه وانا رايحين استريح ساعتين اي معلش اي حد ما فين في ماما فين ادم فين بابا بصي هو في اتنين نقصوا من التحدي مين؟ ماما وادم ليه؟ خدت دومة وراحت الجلسة ايوه
جلسه هم مستأذنين مني. الباقي بقى معرفش فين. طيب يعني ايه ده ادم يا رب بالشفا خلاص هنعمل جريت. انا جريت على المشي هجري. لسه هتجري؟ هجري والله هجري. هتجري تمام هجري. طبعا. انا كنت قاعد تحت. هو مش تحت. مش تحت. استنى قبل ما ادخل اريح قلت له اطلعي من الروف. اكيد عمله يعني اكيد. لا عشان انا مش سايباك تراقبني صح؟ ماشي بس براقبهم بس ما اعرفش راح فين. تعالى ما اكيد مش فوق. لا اكيد مش فوق. مش فوق اكيد يعني. هو ده اللي بيعمل فيه الروف؟ هو اكيد تعب من كتر ما عمال يعمل يعني. تعب؟ لا تعب انا والله انت والله لا والله مين رش المي؟ هي مين رش المي؟ انت مين رش المي؟ مين رش المي؟ ادم في الجلسة اصلا ايه الظروف؟ انا بقول لك ايه بقى شيخ؟ خش الظروف بس. والله انا مش الظروف. طب بما انك نمت انا كده ما خدتش حقي. انت تيجي تخرجني. خش الظروف بس. تعال خرجني. حاضر. لا ادخل. خش الظروف ولا ايه؟ مليان ظروف. مليان. انا ما ادخلش جوه الظروف. مش عايز ادخل جوه الظروف. لا ما ادخلش. مين هرقنا؟ هو. والله ما بهزر. تعرف مين اللي هرقنا ولا مش تقول لي؟ هقول لك. طب وهي بابا تقول مين اللي هرقنا ولا ما هرقناش؟ انا والله اقول لك. لا لا والله اقول لك مين اللي هرقنا. مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين يا شيخ؟ بصراحة؟ حاجة وعقد الله اللي هغرقك ان شاء الله. والله لو ما قلت مين بورد الله. هقول لك. وحياة أمك هتقول مين؟ أيسر. أقول لك مين؟ أيسر اللي بدأت وجودي اللي كملت. يا هما الاتنين. أه. عليك حكم. هتيجي تخرجي دلوقتي ولا هتشحن الأب جاي وننزل ونغرقك تاني؟ حكم؟ أه. يعني إيه حكم؟ هتاخدني وتخرجني. خرجك فين؟ ونروح مدينتي. هتعملي إيه في مدينتي؟ ناكل ونشرب نلعب نقعد ونشتري شوية حاجات كده. ايه يا جيتا والله العظيم اقسم بالله ده تمام. يعني انت لما غرقتني كان هبل؟ ايوه هو اللي غرقك. قصدك ايه؟ اهو جيتا غرقتني انا غرقتك. عندها حق. كنت ناوي انت حقي منك. قلت لك تعمل الروف تنام حكمك. بس المنظر فاكس قد مين؟
والله عايز انام شويه. طب بس والله بقى اطلب من فلان اطلب والله ما. لا انا اللي اطلب. سلام. انا اللي اطلب. سلام. خالد. ما تقولش خالد ينفع صبر. بابي. بص طب والله بص. قول لبوشي ده بقى. راحوا جنزه. هاتهم. لما يرجعوا هناخدهم ونروح اللي انت عايزه بس مين لمسه عليك. لا. لا والله ما يلا لا يلا يا خالد والله عايز انام والله لو ما هقفكش يلا يا خالد الواد ده ما بيجيش هينزل يجري دلوقتي اه هصور لا ما يعرفش لا ميه ماشي هصور عايز جابت الميه لا 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 هتقوم ولا هتقوم ولا لا؟ هتقوم من الطلب اتفضل انا بساعد المريض ساعة؟ لا 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 ساعتين ساعة كتير ساعة كتير لا هو الخمس دقايق هتقوم والله العظيم انا حاجة والله ما عايز فلوس سيبونا انام لا هنسحب هتنسحب؟ مش هتاخد ماشي يلا ماشي خلاص مش عايز فلوس ده اصلا انت معاك انت كل اللي معاك كانوا 6500 بتوع العيد وبتوع الفلوس اللي انت لميتيها والحوارات دي جبت 10000 منين يا كداب؟ وزير الكداب معاك 10 من 3000 ونص جبتهم منين؟ جبتهم ايه ابوكي وزير الداخليه؟ لا انا جبت ايه؟ جبت 3000 ونص منين بجد والله؟ انت عملت لي جاز 10000 منين 10000؟ ازاي ما جبتهم؟ هتنزل ولا لا؟ هو ازاي اصلا ما ينفذش الحكم؟ يا هو ازاي اصلا يتجادل معايا في الكلام؟ ازاي كسبتني 5000 راحت جابت لبس ب 7000 التحدي بتاعها ودي جابت دي مثلا انا خدت ال 10000 هاخدهم 15 انا جاي في خساره انا اروح اكلكم عشان لما اكسب 10000 فاهم احسن ما ايه يعني صح كده يلا اما ناكل ونرجع مش عايز انام ولا تعبان يلا حكم الاول يلا هتنزل وانزلي غيري بس مش هشغل لو ده يجري ساعه اقسم بالله عشان ده قص البلد حاضر انزلي غيري هاجري هاجري حاضر وقف الكاميرا وانت تشغلي وانا اصور طب انا ثانيه هقول لك حاجه انا دلوقتي مش عارف اجرب ده لا لا في التيشيرت اللي انت كنت بيه الصبح بدي يعني سيب ده تخرج بيه وبلبس التاني عشان العرق عشان العرق البس التاني والله لا غير ده تاني اصلا وليه غير دي هتلبس دي هترجع تلبس اللبس اللي هتلبسه وانت انزل لبس اللبس بتاعك يا عم خلاص يلا شيكو ابدا يا باشا من 2006 شفت انا واقف معاك ازاي؟ من 2006 انا هصورك بنفسي يا شيكو وربنا ما يحيلك بص تلت ساعه اظبط اظبط تايم اشغل كده كده التايم بيظهر اول ما تجيب تلت ساعه باشا لما هنا لما هنا تيجي بقى تلت ساعه هنا بيجيب الوقت وكل حاجه امشي يا باشا امشي 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 يا باشا طب ايه ده؟ امشي يا شيكو يا جامد شيكو يا رياضي اجري يا اسطى اجري انا ممكن ما العبش اجري يا باشا اجري ممكن ما العبش تلت ساعه ليه؟ في ايه؟ وبعدين؟ في ايه؟ اسرع؟ سرع اسرع حاجة. نهار اسود يا ولد يا شيكو يا جامد. ما شاء الله. اجري. اتقدم ترارا اتقدم ترارا اتقدم اتقدم. لا يا خلاص. كمل. يا اسطى وقت بعد اذنك. مش لاعب. وقت وقت. مش لاعب. في وقت والله. اقسم بالله في حاجة غلط. في وقت في وقت. هو بيبطأ من يلا. جودي لو جت جودي لو جت مش هتحلك والله. عشان جودي ماشي. ايوه. ربنا في حاجه غلط اجري يا اسطى عدل ايوه كده على مشط رجلك واجري برافو تلت ساعه البتاع مش مستحملك اصلا وبعدين عشان كده قلت لك انت لازم تخس يلا لا 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 باشا ملناش فيه يا باشا في 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 تلت ساعه في تلت ساعه والله من الاول تاني من الاول من الاول والله ده مش عادل ده ملناش دعوه ملناش دعوه والله ده معاك والله من الاول هو هنقضي بقى الفيديو كله عليك ولا ايه بقى ان شاء الله يلا انت قصقص من الاول قصقص ملناش دعوه مش قصقص ليه كده وري الناس الرشاقه بتاعتك انا بطلت العب كوره والله اتفضل يا جماعه يا جماعه ده كان لعيب كوره جامد والله والله بطلت اجري يا باشا اجري لا ما خلاص خلاص والله ما بقتش اجري بطلت اجري مش هات اجري بقى اسرع حاجه بقى وعايزين بقى ايه خمس دقايق كده رشاقه يلا ربنا في حاجه غلط في البتاع دي ايوه معلش معلش اجي انا اوريك اجي اوريك اجي اوريك لا لا والله انت مش مصدقني اجري عدل انا بجري معوق اجري عدل اقفل يا ابني الشباك ده عشان الناموس ماشي اجري عدل اجري عدل ايوه 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 طب هما سبعه
ولا قبل تلت ساعة؟ تلت ساعة تلت ساعة ليه؟ طب وبعدين يعني؟ معلش حبيبي رفضك كتير؟ يلا فاضلك تلت دقايق ايه؟ تلت دقايق يعني بقالي كده ساعة بجري تلت دقايق فاضلة اجري اجري قدم 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 يلا قدم خالي خلاص يا خالي مش قادر؟ ها شفت اللي بتعمله فيا؟ متهزرش يا خالي شفت اللي بتعمله فيا؟ مش عامل في الجهة تاني والله جودي واقف اتفرج عليك اهي اهي قول لها باي قول لجودي باي قول لجودي باي قول لجودي باي باي يا جودي اتفرج عليك جودي يا عم عايش شيكو عايش عايزك بقى تكمل بقى تلت ساعة كده تقول لك عايش يا شيكو عايش وبعدين طيب وبعد ايه؟ وانا قبل ايه؟ ايوه عاش يا شيكو كمل كمل خلاص طيب جودي عمال تسقف لك اهي عارف انها بتسقف خلاص برافو يا شيكو يا بابا لو وقف تنزيلي وانا هطلع غير الايس انزل قليك برضو بس ها فاضل قد ايه؟ فاضل دقيقة فاضل دقيقة 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 خلاص يا خالي دقيقة خالي يلا يا عم كفاية حرام حرام سيبت عليا والله اقفل ايه يا حبيبي تعبان؟ انا اكتر واحد في العالم فرحان فيك اقسم بالله العظيم اكتر واحد فرحان فيك انا بص العرق بص العرق يا مشكلة دي مش شغالة يعني مش شغال ايه اللي مش شغال مش شغال تعالى امسك كده يا باشا امسك كده امسك بس كده اهو يا عم مش قادر يا خالد هدور يلا اصلا حاجه انت بس اللي تخين شويه اصلا حاجه والله اصلا حاجه موبايل رش الموبايل اللي طلعوه دي فرميت فرمولة غريبة عشان اقول لك في حاجة غلط انت اللي غلط انت مش صدقني اي خدمة متشكرين بس انا فرحان فيك متشكر ربنا فرحان فيك متشكر جدا اتفضل اتفضل انا هنام هنا نام انت بقى هنا ونجي لك احنا ان شاء الله بكره يا ابني انا بقى وانت اللي بتعرق ايه ده يا حبيبي خلاص والله يلا شيكو يلا شيكو يلا يلا نكمل نشوف شو هتعمل فينا ايه يا امك تخلع بادم وتقول ان هو عنده جلسه والله اعلم هو في جلسه النهارده ولا مفيش لا في في جلسه اه ماشي ادينا خرجنا اهو بقى حضرتك هوديكي فين وعايزه تعملي ايه عايزين نعمل ايه اول حاجه كده انا عايزه اروح اكل انا جعانه طفح اه طفح حاضر عايزه اكل كده عايزه تطفحي فين يا جودي تاكلي فين يا جودي اكل فين ما انا مش طايق نفسي بصراحه يعني والله انت تحط عليا وايزي كانت حاطت عليا برضو وانا اللي بشيل الطين اسمعني بس هاخدك ونلف جوه كده وادور مفيش حاجه معانا في دماغي ايه ده مشكله لا مفيش اي حاجه حبيبتي تكملي نوم انت ايزي وندخل نشتري كام حاجه وتاني ونلعب شويه نلعب نلعب ونشتري بس وناكل اهم حاجه ناكل اهم حاجه نروح بس ناكل اول وربنا يسهل بس احنا حاجه عايزه تاكلي ايه أكلكم من ماك يا كفرة؟ لا مقاطعة ما لا انتوا تاكلوا انتوا انتوا يليق عليكم ماك باللي انتوا بتعملوه فيا ده تاكلوا من ماك نفسي هفاجئ على شاورما لا شاورما لا والله عايز اكل اكل كتير قوي ايه رايك ناكل من كذا مره اللي انت عايزاه حضرتك هاكلك منه طب بس دخلنا واحنا جوه نخطب في جوه مطاعم البلو كار وفي في حضرتك في دهان لو عايزك عايز تاكلي كفته ملوخيه على دماغي تاكلي اللي انت ما ما شوفي حضرتك اللي نفسك فيه حضرتك انا تحت امرك اتفضل بس دخل انا خالك حاضر شايف الجو جميل ازاي جو استنت ساعات هناكل ايه ده حددي قبل ما اخش الجو جوه زحمه الدنيا زحمه بلوكر تاكلي بلوكر اخر كلام يلا بلوكر يا عم شيك تاكلي ايس ليه ما انا اللي انا اي حاجه انت مالك انا ناكل على مزاجك ماشي يا سلكان صفر سلكان دي صفر سلكان الكهرباء قطعت اول ما قعدنا اقسم بالله صح ايسن؟ هي نحس اصلا بس يا ماما نحس والله النور قطع يا عيال وربنا النور قطع والله نصيب يا ريت ما جبتينا هنا بس 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 الناس ده احلى مطعم ده مطعم جامد جدا عيب يا ايسن عيب تقولي كده والله ان شاء الله يا جماعه اول ما الكهرباء تيجي نرجع لكم تاني ان شاء الله
بس الكهرباء ترجع هنا احنا هنيجي. ده انا اصلا لوحدي منوره. مش كان الجو ثلج؟ انا مثلج وربنا ما يهديها. انت تعالى ايه ثلج اكتر مني؟ ربنا يستر يا جماعه. اول ما الكهرباء ترجع تيجي هرجع لكم ان شاء الله. قول يا رب. نورين يا جماعه. الله نورين يا جماعه. نور يا شيكو. الاخي نزل والكهرباء جت الحمد لله يا جماعه. بعد قعدنا ساعه قاعدين يا بومه يا نحس. كلام السلكه هي النيه يا جماعه. الاكل جه اهو. جابت السندوتش بتاعها. خلاص جابت السندوتش بتاعها. احنا جبنا الاكل خلاص. هناكل دلوقتي يا جماعه. بعد ما نخلص اكل نرجع لكم ونشوف عايز ايه تاني. خلاص حاجه بعد الاكل ولا مش خلاص؟ نعم خلاص حاجه بعد الاكل. وريني كده السندوتش بتاعك. هتعرف تاكل ده؟ ده بتاع ايسر. لا والله. وريه كده؟ خلاص يا جماعه ونرجع لكم بعد ما ناكل. ادفع يا بيبر. خرب بيتك يا بيبر. ما كنا ايه؟ كنا مش لازم اوريكم والله يا جماعه. فداكي؟ كله يطلع لعينك ان شاء الله. خلاص يا شيكو هتفضحنا. خلاص يا شيكو. بعد الاكل في حاجه تاني؟ روح بقى. دي ما بركش ربنا. انا تعبان. دي بازار يعني. انا نهار اسود بازار. نفسي. لا بص احنا عشان كده جايبين هنا؟ عشان كده هنعمل شوبينج. عشان كده جايبين هنا؟ احنا هنعمل شوبينج هنا. عشان كده صح؟ يلا بقى يلا بقى. طب كده في ناس بقى يتفرجوا علينا وانا بضربك والله. يتفرجوا. طب كده فين فين؟ لازم يتفرجوا علينا. نبدأ منين؟ معرفش. لا انا كده فرضنا بقى كده مفيش حاجه هنا. احنا مبسوط انت؟ مبسوط صح؟ انا جاي متفرج. ايه تعالى ساعه. عايز سكوتر. عايز سكوتر. مش كده انت ده دمك خفيف. البنك بتاعنا. عادي يا شيكو عادي. هتعملي ايه؟ وراه يعني بصي روح جاي بقى اللي انت عايزاه. يلا شوف والله كنت هخلع اقسم بالله. طب خلاص خش انا اه هتعملي ايه بقى؟ هستغل الفرصه دي مش هفوتها. ايوه هتعملي ايه؟ هعمل اللي نفسي نفسي فيه. اللي هو؟ هنعمل يلوك جديد بقص شعري. هتقص شعرك؟ لا لا ورانا هنا؟ ورانا دلوقتي؟ دلوقتي. استغل الفرصه؟ ايوه. هتقص شعرك؟ ايوه. اقسم بالله ماليش دعوه. ما طب هي مش معانا امي؟ لا اصبر هتبقى معانا وبقص شعرك. لا لكن دلوقتي مش هينفع. لا مش هينفع انا دلوقتي. مش هينفع دلوقتي. مش هينفع انا عاوزكي تتجلسي. بص يا حبيبتي انت تيجي في مره مع ماما وهي تفتك شعرك انت عايزها. ايوه بس هي دلوقتي مش هينفع. بس هقول مش هينفع. هقول لك بس.
بص يا جماعه عشان هي المفروض اصلا ان هي كل حاجه تقول انا هنفذها، دي الحاجه الوحيده اللي صعب ان انا انفذها لك حقيقي. قولي بس قولي ما تزعليش، اقول لك ثواني بس، ما تحسبيش دي في التحدي محسوب. لا والله مش محسوب، ونخسر ليه؟ لا انا ما اخسرش، انا مش بهزر والله، لا هقصهولك انا وربنا. يا جماعه دي بره التحدي، دي بره. انت هتقولي حاجه لايس ماما هتوافق؟ لا ماما هتقطعي والله هتقطعي. بس لا دي بره التحدي، مش هتخليكي تقصي شعرك. تعالي نشوف حاجه تانية، انا معاكي كل اللي انت عايزاه. انا عايزه اقول لكم ان احنا قلنا لبابا هنقف نلعب خرابيس، بنهزر وبنلعب. المهم هو وقف وانا خدت شيك وايسن وطلعنا جرينا. حرام يا جدعان والله رن عليها كتير. هو بقى مش لاقينا عمال يدور علينا، رن على شيكو كتير قوي. رن بص رن عليا كم مره بس 35 مره. مش ساعة كم بقى اللي انت عليها؟ لا 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 انا هروح له، انا هروح له، هروح له يا جدعان. مش هينفع تروح له؟ لا مينفعش. انت بقى تعالي هنا، تعالي هنا. بصي يا ام، بصي يا حبيبتي، يلا بصي ركزي معايا كده، ركزي معايا. عايزاكي تقفي وترقصي وسط الناس. اتفضلي ارقص. انت عبيطة؟ عبيطة؟ هقول لبابا. هتقولي لبابا؟ طب انت منسحبة من اللعب. خلاص خلاص يا بنتي بهزر معاك، مش هروح اقول لك مرقوطه كده. مرقوطه في ايه كفايه؟ الاسره ايه الاسره؟ مش عاجبني. لا لا مش عاجبني، انت متزحمه. القطه بتتفرج علينا عادي. انت مش متزحمه على فكره، انت متزحمه. لا 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 مش عاجبني، مش حلو. لا 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 فوت. خلاص كده انا هروح اقول لبابا بقى. خلاص لا 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 خلاص بقى. لا تعالي هنا، دي مزحمه. خلاص مزحمه. لا لا اروح اقول لبابا مزحمه من اللعبه. يلا شكرا. انا مش هقول له اكيد، يعني انا بهزر. ايه ده؟ ازاي اروح اقول له؟ احنا بنهزر، ما ينفعش اروح اقول له. بيرين يا بنتي رد. والله وربنا بيرن عليا دلوقتي والله. طب اعمل ايه؟ طب اقفل كده ورد ولا بلاش؟ والله بيرن. طب نعمل ايه طيب؟ ما ينفعش ما اردش عليه والله، يعني انا هقفل ارد وافتح فيديو تاني. والله بدات تصوير عشان هو قلقان، فانا قلت اعرفكم واعرف الناس ان هو قلقان عليكم وانتوا بتهزروا، وانا وربنا هروح له بجد. والله هروح والله. تعالوا معايا عشان والله هروح. تعالوا طيب والله مش هينفع. مال يرن؟ هاتي هاتي انا هرد. لا لا هاتي انا هرد عليه، هاتي انا هرد. يلا يا جودي انجزي. بابا ايوه يا خالد احنا جايين اهو. الو جايين يا خالد اهو في الطريق. انت فين يا شيكو؟ طب انت فين نجي لك؟ ما انا مش عارف. المشكله انت الزعوه يا خالد. انا في العربيه شيكو في العم. انت بتستعمل يا شيكو والله؟ جايين يا خالد والله. جايين يا شيكو بتاعي. طب خلاص يا شيكو. طيب خد يا جودي. خلاص حاضر حاضر يا خالد والله داخلين عليه. طيب عشان كنت بصور يا خالد والله، قفلت التصوير عشانك. انا بصوره ايه يا شيكو؟ طب دلوقتي يا شيكو ما انتوا يا شيكو قلتوا بنعمل بعد كده اختفيتوا يا شيكو. ما هي جودي والله هي اللي هزرت والله، فضلت اقول لها. طب ماشي يا شيكو، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا شيكو، ماشي يا شيكو. ما انا عمال اقول لها يلا، بتقول لي خالد وبتاع. انا يا شيكو برضه ما انت تقول لهم لا يا شيكو، لو في حاجه غلط قول لهم لا يا شيكو. حقك عليا والله. انت كده ما لعبتهاش تحدي يا جدع والله العظيم. يا عم اتخضيت يا عم، قلت حاجه حصلت لكم ولا رحتوا فين؟ لا لا انت قارس بتاعت منكم. لا لا ما تستفزوش بقى خلاص. معلش يا خالد والله حقك عليا. ماشي يا شيكو، سلام. صحيح احنا عندنا عربيه يعتبر اصلا. تيجي بقى كده بصي، هنروح هناك اللي هو هناخدها بضحك فاهمه، عشان يعني هو شكله متضايق فهنوصل يعني كده كده العربيه. ايه سبحان الله عمين نمشي، هناخدها بضحكة. ها خلود اخويا. لا تخافي لا تخافي لا تخافي اخويا. يلا شوف. يلا ايه والله العظيم. طب ماشي يا خالد، احنا بنهزر يا خالد. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم بجد، اقسم بالله ما بهرج، انتوا بتستهبلوا.
والله ما بهرب. طب اصلا ليه خالد في ايه؟ طب فوقي خلاص اقفلي القصه بقى. ما ينفعش تزعقني. طب اقفلي القصه يا جو. ما ينفعش تزعقني. طب اقفلي القصه. ما ينفعش تزعقني. اقفلي القصه والله مش بهزر. ما ينفعش تزعقني. انت مش بترد على التليفونات ليه؟ انا قلت دي تاهت ولا اتخطفت وربنا. دي تتخطف ده دي تخاف منها مش عليها. طب ماشي يا شيكو يلا. خلاص شيكو عشان انا بجد اقسم بالله اتخنقت. طب خلاص يا شيكو العيب فيك انت. ما بركش والله ده انت ليه مش بترد على التليفون؟ طب ما تسيب طمني يا شيكو. استغمايه ايه اللي عملتوها يعني؟ انت قلت له هنلعب شويه ودي قالت لي عايزين نلعب حبه استغمايه وانتوا بتلعبوا استغمايه. يعني ده انت شغل عيال ده والله. هوريك الفيديو ان انا قفلت التصوير عشان ارد عليك والله. يعني انت مش بتعمل معاهم مقلب؟ والله ما بعمل حاجه. شيكو طب اقفل والله عشان انا قفلت خلاص. هقول لك الصراحه طيب قدام الكاميرا اهو احنا ايس ما كناش لاقيينها بصراحه بقى لو هنتكلم على الصراحه. يعني انتوا اجي تاتي منكم؟ تاعت من جودي. لا بص احنا كنا ماشيين بصين في التليفون عادي بنبص ما لناش اس انا دور عليك بعد خمس دقايق كمان كده. عشان كده انت ترد عليا انت وتقولوا لي؟ ما كناش عارفين نقول لك ايه بصراحه بقى. بس خلاص لقيناها يعني. يعني هي تاهت. ايه مش تاهت هي فضلت واقفه وكان سنه مش تاهت. احنا بصين في التليفون وقلت لك. المفروض اصدق بقى. طب يلا جودي طب يلا. خلاص انت كده خلصتوا يعني خلاص خلصت التحدي خلاص يا خلاص خالد. خلاص يا جوني خلاص انت بجد مش بهزر انا 10000 جنيه انا اللي عايز عشر. انا اقول حاجه انا متسحب انت بجد انت بجد اللي هو ايه يعني ده كده بجد برود شيكو والله مش بهزر انت ما مش فاهمك بقى انت لو مقلب كنت قلتوا لي بعد بقى ترد قلتوا بقى كنت فيك مقلب وكنتوا تخدوني لكن مش سيبوني ده كله اعمل استغماية زي اللهبل والف ما لاقيكوش واقدر عليكم زي العبيط في المكان. طب يلا وليه سامع اتفرج عليا يلا شوف طب اشوف خلاص يلا يا جماعه يا رب يكون الفيديو عجبكم. قولي الفيديو يا ريت قولي انا اسف يا بوبي يا بوبي شوفي والله عشان انا قفلت والله انتوا قاعدين ده كله والله ما عندكم دم يا بوبي انت توتي كنت فين؟ على فكره دول عم كداب وانا كنت معاهم على فكره يعني هم بيحوروا بيه؟ بيحوروا انا هشوف الفيديو هعرف والله انا هتفرج على الفيديو وانا بمنتجه وهعرف مش هتمنتج الفيديو ده انا اللي هعمله وهعرف والله قسما بالله لو كنت بتحوره لا يبقى في زعل. امك رنت عليا ثلاث مرات وروحت باخوكي عماله تقول لي انتوا فين بقول لها طبعا هقول لها بقى مش لاقيهم رنت عليكي ما ردتش عليا لما رنت عليكي قالت لي رنت على زوجي ما بتردش لا ما شفتش وانا بقى بتقول لي هم فين قلت لها ده بيجيبوا حاجه وجايين وخاتين اكدب خلاص يلا اقلي الفيديو بتاعي انا اقول حاجه مش عايزين 10000 ولا عايزين فلوس خدي 5000 جنيه وحل عن دماغي بيوم التحدي بتاعك قفلتيني مش عايزين فلوس يا لا يعني طب قبل ما الفيديو قولي انا اسف يا استاذه جودي يلا انا انسحبت من التحدي ماليش دعوه هتقول لي انا اسف جودي ولا لا انا هقدر افهم انا انسحبت مش عايز هقفلها في نص الشارع انا مش اسف يلا كل يعمل لايك ونوصل الفيديو لعشرين ألف لايك عشان خاطر أنزل لكم يوم الحد الجاي الساعة 5 آدم بيتحكم فينا يوم كامل ونشوف بقى آدم هيعمل فينا إيه. يلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وروحوا بسرعة على قناة الكابتن ودراما. أشوفكم يوم الحد الساعة 5 سلام.